بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المعتقل السياسي حسين جعفر محمد الساري في سجن جو البحرين. أنا أحد المعتقلين السياسيين المحرومين من العلاج، وقد سجلت مكالمة صوتية قبل هذه شرحت فيها جميع ما أعاني منه ومدى إهمال إدارة السجن في تجاه الموضوع علاجي، وراجعت الإدارة أكثر من مرة ولكن ما من مجيب. وحالتي الصحية في تردي لعدة أسباب، أهمها أني لا أعلم ما هو المرض الذي أعاني منه، وثانيا أنا قلق ازدياد سوء وضعي الصحي ما حدا يرتب علي من آثار صحية، وعلما أن بسبب إهمال علاجي صرت أعاني من قلة النوم بسبب الآلام في قدماي، وقد قمت بامتناع عن الاستسقاء من تاريخ 10/7/2020 ولا زلت ممتنع عن الاتصال، ولكن فقط هذه التفاصيل المعدودة فقط لتسجيل مكالمة في هذه، وأنا عازم على اتخاذ خطوة جديدة وهي الإبراج المفتوح عن الطعام بدءا من يوم الأحد 16/8/2020، وذلك لإيصال صوتي لجميع منظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وبالخصوص المعنية بحقوق السجناء. وأنا وضعي الصحي لا يسمح بالإبراج عن الطعام، ولكن إهمال وتجاهل الإدارة وحافظي للعلاج هم من أجبروني على الإقدام على هذه الخطوة، وأنا أحمل إدارة السجن وبخاصة مدير السجن المسؤولية الكاملة لأي مكروه يحدث لي. المعتقل حسين جعفر محمد الثاني ابن 13/2 الجمعة 7/8/2020.